صباح الخير ماريات، صباح الخير لكل المشاهدين. اليوم رح نكون عم نشتغل ورك اوت كثير بسلي. رح نستعمل هيدي الكرسي، رح نكون عم نشتغل كارديو ورك اوت مع شويه باور موفز هيك تنزيد حرق الكالوريز. دائما بنجمع الكارديو مع الباور موفز لنستفيد قد ما فينا. رح نكون عم بلش ووكينج حول الكرسي، بوصل بشتغل تو سكواتس، برجع بعمل ووكينج كمان مره تو تراكس، بس اكيد بحماس اكثر. Down and up, down and up. Come in, jacks. Down, up, down, up. Walk, jacks, jacks. بتضرب حول الكرسي، بنزل، بطلع. فيني أعمل jump squat هون. Come in, أكيد. Jacks, jacks. Come in. Down, up, down. دايما برجع الورك على الكرسي. جاكس اخر مره، خليكم معي. داون داون وجاكس، خلينا جاكس هون ونحلي دقات القلب قد ما فينا. 30 ثانيه اذا بدكم جاكس. بعد مرتين، مره اثنين، بنريح بننزل دقات القلب، ناخذ نفس، نبرم الكرسي، مي دايما حدنا اذا بدنا. ثبت ايدي مزبوط على الكرسي تما تزيح ابدا، جسمي بيكون ثابت على خط واحد. باخذ نفس وببلش الاكسرسايز اللي حيكون عم نشتغل ماونتين كلايمبر، بس بسرعه. كمان ما تنسوا النفس. 4 3 2 1. ريح حالي شوي. ريكفري. رح نقعد على الكرسي. موف بتريح بس مش كثير بتريح. ناخذ نفس. نحط ايدينا على طرف الكرسي. رح نشتغل اكسرسايز للمعده. شدوا الكور قد ما فيكم. اجري ثابتين. اطول نفس. بعد 4 3 2 اخر مرة. بريك، مانا بريك كانت. ابدا مانا بريك. بنريح شوي. اكسيل اوت. بتحضر للتمرين اللي ورا. رح نشتغل ديبس. تشالنجينج ورك اوت اليوم. صعب شوي بس كثير مفيد. دايما بنزر جسمنا قراب من الكرسي. بنحط الكرسي بهالشكل. رح كون عم اشتغل بهالطريقة، دايما شفت مفتوح، ثبت ايدي على الكرسي مظبوط، بشتغل قريب من الكرسي مرتين. برا طلع باجري لقدام لقدام لورا لورا، بنزل بطلع مرة كمان، بنزل بعد مرتين. رجع اجري، بنزل بني قريبة من الكرسي. آخر مرة. بنزل بطلع بإيدي، بشد عضلات الترايسبس، خليهم يشتغلوا مزبوط. بريح. هيك بنكون خلصنا ثالث اكسرسايز. كان كثير ورك اوت عن جد مفيد. رح انهي انا وياكم بآخر تمرين. رح كون عم حط الكرسي بهالشكل. انتبهوا انه تكون الكرسي ثابتة على الأرض. رح حط إجري على الكرسي وثبت حالي ايدي بهالشكل، رح جيب اجري لعندي. ستة سبعة ثمانية تسعة واخر مرة. رح انهي باخر اكسرسايز اللي هو ستريتشنج مثل العادة. فينا اذا بدنا نكون عم نشتغل على الكرسي بهالطريقه، نرجع لورا، نثبت ايدينا على الكرسي. فينا اذا بدنا نصعب التمرين، بنحط ايدينا على الكرسي بهالشكل، اجرينا على الارض، التشست بيكون غرقان بهالطريقه. عم نحاول نوصل التشست على الارض وعم نعمل ستريتش لعضلات الايدين، صدر،
عم نريح حالنا، عم ننزل دقات القلب، برجع بطلع شوي شوي. اكيد lift yourself up، ريح shoulders. بيكون خلصنا تمرين لليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا التمرين. عيدوا هول الاكسرسايزز لجولتين او ثلاثه لتستفيدوا اكثر، وانا بشوفكم بتمارين ستريتشنج بكره.